أهلاً أهلاً، نبي نسوي شوربة سريعة ومكوناتها سهلة. أول شيء بضيف موية مغلية، وبفرم بعدها حبة بصل فرم ناعم، وبنزل البصل على الموية وخليه يطبخ 5 دقائق. بضيف شوفان من كويكر، جزر مبشور، وعندي بروكلي ومكعب مرق دجاج. بضيف ملح وفلفل أبيض مطحون، وأقفل عليها 10 دقائق تطبخ. يا سلام ريحة الفلفل الأبيض. بضيف كريمة طبخ، جبنة شيدر، من أسهل الأطباق إذا ضيعت فيها تدارك وضعك هي الشوربة. الخطة إني أفرم الشوربة ولكن أحسها كذا ألذ بكثير فتكنسلت الخطة. يلا بس يأذن المغرب ونذوقها ونعطيكم رأينا. أتوقع الصحن يتكلم. الشوربة مع الليمون لذيذة.